عام البحار والمحيطات كلها ملتهبة وتتدفق منها الحمم المنصهرة باستمرار. سبحان الله، هناك مليارات الأطنان تتدفق كل يوم في عام هذه البحار. يقول العلماء من الممكن أن يأتي يوم فتشتعل هذه القيعان وتبخر ماء البحر وتلهب ماء البحر. هناك لقطات من جزر هاواي تظهر بوضوح النيران الملتهبة كيف تصب في هذا البحر، فهي على الرغم من غزارة الماء لا يستطيع أن يطفئ النيران، وعلى الرغم من شدة حرارة هذه الحمم المنصهرة التي تبلغ أكثر من 1000 درجة مئوية فهي لا تستطيع تبخير ماء البحر. سبحان الله. هنا أتذكر معكم مشهدا من مشاهد يوم القيامة عندما قال الله تعالى: وإذا البحار سجرت. سبحان الله، من كان يعلم زمن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيأتي يوم هذه البحار ستسجر وتشتعل؟ نسأل الله أن يتوفانا على الإيمان، والسلام عليكم.